بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا جميعا بحضراتكم في محاضرتنا اليوم. طبعا أنا قبل ما أبدأ أنا حابب أشكر الدكتور مازن دوماني على الدعوة الكريمة للمشاركة في المؤتمر العلمي القيم. والصراحة يعني أنا يعني إلى يومنا هذا أنا بحضر محاضرات، يعني لان هو once you are stopping or you يعني do any attempt to stop or to see yourself as you have all the knowledge about a certain topic or a certain thing يعني you will begin ان انت to lose lots of things about your comprehension ولots of things about your skills. فالفكرة كلها دايماً إن إحنا نimprove ourselves. مع حضراتكم أنا دكتور عمر ناجي. I'm PhD holder of oral and maxillofacial surgery. I'm very approachable. You can contact me either via social media, you know, of this social media platform or via WhatsApp. محاضرتنا اليوم هي هتكون خاصة بالdental implant. المحاضرة إن شاء الله هتكون في حدود من تقريبا من 40 to 50 minutes. الهدف من المحاضرة دي إن إحنا نبدأ نكون أو نرتب أفكارنا، بمعنى آخر إيه هو الأناتومي أو الراديوغرافيك consideration اللي I have to keep in my mind before placement of dental implants. يمكن all of us now as dental grads or even undergraduate students deal in a certain degree with dental implants. يا إما درسناه، يا إما بدأنا نشتغله، يا إما شفنا حد بنشتغله. فالأيديا دلوقتي هي أكتر إنك أنت تعرف إيه الأناتومي اللي إحنا بنconsider before placing of dental implants. يعني وأنا دايما of the belief that إن الأناتومي ده هو الحاجة اللي separates us from any other profession, with all due respect to all other professions. بس فكرة الأناتومي وإن أنت تبقى عارف where are you going to place or where are you going to put your dental implant, ده الحاجة of paramount importance for you, وده الحاجة اللي هتخليك تقدر إن أنت تحط الإمبلانت وأنت مرتاح وأنت عارف بالظبط إيه الليميتيشنز بتاعتك أو إيه الأماكن اللي أنت تحط فيها الإمبلانت. لان لو حد شاف ال process of dental implant placement it's always easy. يعني you have just to follow the manufacturer's instruction and you will place a perfect dental implant according to manufacturer but not according to the human nature. So فكرة الاناتومي ذات نفسها هي اللي هتبدأ ان هي تديك an edge or an advantage over loss of other practitioners. طبعا احنا في الامبلانت بيكون دايما الالتيميت جول او الالتيميت جول دايما، يمكن احنا بس نكبر الصوره هنا علشان الدنيا تبقى تبان معانا شويه. الالتيميت جول دايما بيبقى عندنا هو ان احنا نو هاف ا دايركت كونتاكت بتوين الامبلانت اند بون. يعني طبعا الامبلانت دايما بيدفر عن الناتشرال توث. الناتشرال توث بتبقى سراوندد ببي دي ال، لكن الدنتال امبلانتس بتكون دايما كومبليتلي سراوندد باي بون. وذاتس واي احنا بنحاول نحصل على حاجه اسمها الاوسيو انتجريشن، وده باي ذا واي از ا مايكروسكوبيك تيرم، يعني ده مش كلينيكال تيرم. ففكره الاناتومي اللي احنا هنتكلم عليها النهارده ان دايما يور اي does not see what your mind, your eye do not see what your mind does not know. اللي العقل ما يعرفوش العين ما تشوفوش. يعني لو احنا ما عندناش الباك جراوند وعندنا التخيل لايه الاناتومي اللي احنا or where we will place our implant، احنا هنبدا تحصل معانا complications وهيبدا يحصل معانا failure زي اللي احنا بنشوفه كتير دي. فبليز بليز دو نوت هاري ان حضرتك كدكتور تمسك البانوراما فيرست اوف ثينج بيفور يو هاف النولج. يعني لو انت عايز تبدا في مجال الدنتال امبلانس يو هاف فيرست تو اندرستاند الاناتومي اند افتر وردز يو كان
جاست جو بقى ان انت تروح لفكره البانوراما اور ذا سي بي سي تي از وي ويل ديسكاس ليتر. طب ندي مثال على كده. انا لو جبت دلوقتي حد من بره هو از نوت ريليتد تو ذا دنتال فيلد وسالته قلت له ايه ده، هيقول لك دي اسنان. لو واحد بقاله مثلا سنه او حاجه هيبدا يايدنتيفاي وهيبدا يقول والله دي اتس بري مولر. واحد اكبر شويه هيبدا يقول لك اه مثلا البيكتشر بي احنا في عندنا ميسنج بري مولر، وات كايند اوف بري مولر. هيبدا يفسر لانه هي هاز النولج او شي هاز النولج. لو انا عندي نولج اكتر هبدا ان انا من غير جاست ان انا ابص للاسنان بس انا هيبقى عندي تخيل ان انا اي هاف سمثينج كولد ذا مينتال فوريمن، ودي بتبقى بتوين الفور والفايف مش على طول لكن موست بروبابلي. طب ده هيفرق معايا مثلا معلومه زي دي؟ يس ات ويل يعني افكت حتى التايب اوف انستيزيا. يعني مثلا حاجه زي المينتال فوريمن يو ويل فايند ان المينتال فوريمن دايما بتفتح باكورد. فسو لو انت عايز تدي مينتال انستيزيا لازم ان انت مينتال نيرف بلوك يو هاف تو جيف ات فروم بوستيريور ان ا بوستيريور فاشن. فكل تايب اوف اناتوميكال نوليدج will affect your decision and will affect your clinical perception. لو انت عندك more knowledge you will know ان ال premolars تحتهم المينتال فوريمن بيطلع منهم حاجه اسمها المينتال نيرف، وان المينتال نيرف ده بيعمل حاجه اسمها مينتال لوب which will affect the direction of placement of your dental implant or even your vertical incision during raising of the flap. If you have more knowledge لو انت عندك more knowledge about the anatomy هنبدا نعرف ان المينتال فريمن itself it has a different position and different location and that's why the more the knowledge the more the perfection that you will achieve. يعني احنا دايما بنقول ان انت تعرف بيجي قبل من ان انت تشوف. Knowledge is very important and that's why احنا بنشوف جدا دلوقتي في كتير جدا في الماركت الناس بتبدا انها تعمل كورسات for placement of dental implant which is really really easy. هو الصعب فعلا I don't underestimate these courses by the way بس الفكره كلها ان احنا لازم نبقى عارفين ان النولج هي اللي بتيجي الاول، هي اللي بتيجي قبل ان احنا نشوف او بتيجي قبل ان احنا نقرا المانيفاكتشر انستراكشنز ونبدا ان احنا replace the dental implant. So we will start now by discussing some of anatomy or ايه هي الاناتومي اللي احنا محتاجين ان احنا نعرفه قبل ما نتكلم عن الدنتال implant. هنتكلم عن حاجات general اول and afterwards we will talk about the maxilla and what we have to consider when we are placing dental implants in the maxilla or what we have to consider when we are going to place dental implants in the mouth. طبعا اول حاجه we have to consider the bone quality. يعني لازم نبقى عارفين ان احنا we have different type of bone quality. البون كواليتي مش كله زي بعضه، بمعنى اخر we have تقريبا حوالي اربعه، في another literature في other literatures بيقولوا ان هم خمسه، بس الفكره كلها ان احنا ما عندناش نوع واحد من البون. المعلومه اللي احنا لازم نبقى عارفينها ان دايما بيبقى في اغلب الاحوال ان البيست تايب اوف بون بيبقى موجود في الجزء بتاع الانتيريور مانديبولر ريجن، ودايما الورست تايب او التشالنجينج ما بنحبش نقول ان هو النوع الاسوء لكن بنقول ان هو اكتر نوع بيبقى تشالنجينج عندنا بيكون هو النوع اللي موجود في البوستيريور ماكسيلا. ايه تاني معلومه اناتومي لازم نعرفها؟ هي معلومه اناتومي وفسيولوجي في نفس الوقت، ان احنا عندنا في حاجه اسمها بون ريزوربشن افتر اكسبكشن نورمال بون ريزوربشن and we have to consider something like this. يعني انا ما جيش ان انا اعمل extraction and then I put the implant immediate placement of dental implant وافاجئ بعد كده ان انا عندي bone loss because I haven't I hadn't considered beforehand ايه ان انا عندي حاجه اسمها physiological bone loss. وده بيبقى طبيعي، يعني ده بيبقى طبيعي بعد اي extraction ان البون be decrease gradually even. وعلشان كده ده اللي هيبدا يفتح لنا سكك ان احنا نتعلم البون جرافتك تكنيك او ازاي حاجات زي البيت التكنيك البارشال اكستراكشن ثيرابي تكنيك، الحاجات اللي احنا بنبدا نتعلمها لان دايما بيبقى الجول عندنا ان احنا تو بريزرف ناو البون.
اي مين ان احنا بيفور ان احنا نعرف الكونسبت ده، احنا لما كنا نيجي نخلع حاجه مثلا بادلي ديستراكتد لايك ذا 1/6 كانت الفكره عندنا كلها ان احنا وي دونت ريسبكت البون، لان كان الجول عندنا دايما ان احنا نكساكت. But with now, with the booming of dental implants in every dental practice, we have to respect the bone. لازم نخلي بالنا ان احنا مثلا لو عندنا tooth badly distracted, we don't have to use force during extraction, but we have ان احنا extract gently, very conservative, علشان to have a considerable amount of bone which will allow us to place the dental implant. طبعا مهم جدا 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 ان احنا نراعي الاوكلوجن. البيشنت اولويز سيك الكراون نوت ذا امبلانت اتسيلف. اي مين بيشنت دازنت كير اكشوالي اباوت هاو جود يور امبلانت از. يعني فور كيس لايك ذس ايفن يعني دي اتس نوت ذا بيست امبلانت ذات يو ويل هاف تمام، لكن كيس لايك ذس از يو ار سينج ناو انت عندك دلوقتي ابارتمنت which اما هتيجي تاخد امبريشن وتحط الكراون هتلاقي نفسك ان انت عامل كروس بايت which will lead بعد كده ان هو to cheek bite، فهيجي بعد كده البيشنت will complain. So that's why we have to consider حاجه زي الاوكلوجن، we have to consider ان احنا عندنا لازم يبقى الحاجه زي الابارتمنت في الاخر. يعني انا دايما لما بقول when I'm placing the dental implant I'm think from I think sorry from upward to downward، يعني انا بفكر من فوق لتحت، عمري ابدا ابدا ما افكر ما عاد ادور. يعني even ان انا لازم ابقى anatomical oriented وادور دايما على which is the best place where I can place my dental implants، لكن انا دايما لازم ان انا افكر ان البيشنت في الاخر look round. البيشنت is not seeking a good implant in the bone but patient seeks a good crown which he can use for chewing. لازم اقدر افرق بين الديفرنت تايب اوف سوفت تيشو، مش كل سوفت تيشو واحد. السوفت تيشو يمكن زملاتنا في البريودونتك يقدروا يتكلموا في الموضوع ده اكتر. احنا عندنا دايما قاعده كده ان during placement of dental implant دايما بنقول تيشو از ذا ايشو but bone sets the tone. البون ده هو اللي بيسيت التون، بيسيت الامبلانت اللي احنا نحط في الامبلانت، لكن التيشو هي اكتر حاجه بتحدد لنا الاماونت اوف بون اللي هيبقى فورمد بعد كده. لان احنا ببساطه شديده جدا لازم نبقى عارفين ان حاجات مثلا زي السيك بايوتايب والثين بايوتايب وي هاف ده بس كده حاجه سريعه اجلمز اباوت ذا سوفت تيشو. عندنا مثلا الثيك بايوتايب مينز دايما ان احنا وي ويل هاف ا جود بروتكشن فور ذا امبلانت اند وي ويل هاف ناو ا جود اماونت اوف بون، ودايما الثين بايوتايب بيبقى تشالنجينج وبيحصل معاه دايما بون لوس. حتى ان احنا نقدر ان احنا انتربريت او ان احنا نفهم الكلام ده بيقدر يدينا ان انا اقدر ادي للعيان الريت اوف فيلير او الريت اوف ريسك. يعني مثلا احنا عندنا دايما البيشنت اللي بيبقى عندهم ثين بايوتايب ميكوزا دايما بيبقى عندهم worst prognosis. علشان كده يمكن اما دلوقتي now and we are now all exposed to the social media to Instagram and Facebook and lots of clinicians now are trying to brag off يعني وبيفتخروا بشغلهم، دايما هتلاقوا دلوقتي ان هو الترند دلوقتي هو ان انا how ان انا protect or how to make a good amount of soft tissue around around my implant which is very mandatory which is mandatory فعلا. لان انا if I have a thin mucosa زي اللي حضراتكم شايفينها في الصوره اللي فوق دي I will end with a gingival recession but with mucosa like this بتبقى it's highly unlikely ان انا يحصل لي bone resorption. فاذا قبل ما نبدا ندخل على المجزله دي حاجات general بدانا نتكلم فيها. الهدف ان احنا نغير المايند سيت عندنا او ان احنا نبدا ان احنا نفهم ليه احنا لازم نفهم الاناتومي، ان كل معلومه في الاناتومي هيكون لها امبليكيشن معانا في البليسمنت اوف دنتال. طيب بالنسبه لموضوع المجزله what we have to consider لو احنا هنبدا نبليس دنتال امبلانت في المجزله. طبعا
المجزلة أول ما بيجي في دماغنا موضوع المجزلة، أول حاجة إحنا لازم نبص عليها أو ندور عليها هي فكرة المجزيلاري ساينس. سوري فور ذيس لاج. اوكي، فاحنا اذا اول حاجه لازم ندور عليها في ديورينج البليسمنت اوف دنتال امبلانت في المجزله هو فكره المجزيلاري ساينس. طبعا في بروسيدور كتير جدا احنا بنبدا نستخدمها علشان نوفر كم حاجه زي وجود المجزيلاري ساينس، which is ان اشهر حاجه طبعا هي المجزيلاري ساينس ليفتنج. فطبعا اشهر حاجه احنا بنستخدمها كبروسيدور علشان نقدر ان احنا نوفر كم حاجه زي المجزيلاري ساينس is the maxillary sinus lifting. طيب المجزيلاري ساينس دايما انا اي هاف تو كونسيدر، يعني مش اي جزء بيبقى عندي بوستيريور انا اقدر ان انا اعمل او ان انا ابليس دنتال امبلانس انسايد، لان انا كده ممكن ان انا اعمل بيرفوريشن للمجزيلاري ساينس and اعمل perforation لsomething called the Schneiderian membrane. بمعنى I have دايما ان انا analyze how much amount of bone do I have before placing of dental implant. I mean زي ما حضراتكم شايفين يمكن في الصورة اللي على الشمال هنا، ده مثلا ال amount of implant ال remaining bone، وهنا في remaining bone. I have ان انا estimate و measure this accurately، لان الامبلانت اتسلف بيجي فلنس عندنا، فلازم مهم جدا ان انا ابقى عارف انا هبليس الدنتال امبلانت اللينس بتاعه قد ايه، وهحط قد ايه دنتال امبلانت انسايد جاست تو افويد ان انا اعمل كوميونيكيشن بتوين الاورال كافيتي اند بتوين ذا ماكسيلاري ساينس. يمكن سريعا يعني لان الماكسيلاري ساينس طبعا needs a lecture, a long lecture about it. تمام، لكن هو ببساطة شديدة جدا بتبقى فكرة الساينس ليفت لو أنا عندي حالات which I lack the amount of bone علشان to place the dental implants، فبيبقى الحالات دي أنا بعمل ساينس ليفت، بفتح زي هول أو دريل وببدأ أرفع زي ما حضراتكم شايفين هنا. its name is the Schneiderian membrane، ده الممبرين اللي بيحاوط المجزيلاري ساينس. Or if I failed، أو إن أنا بعملها سواء إن أنا بعملها من lateral approach، يعني بفتح فلاب في البقة الميكوزا وببدأ إن أنا أشيل البون and then I try إن أنا أرفع المجزيلاري ساينس membrane itself وبعدين أبليس الدنتال إمبلانس، أو إن أنا بعملها عن طريق الكريستال أبروتش، يعني من نفس مكان الإمبلانس أنا برفع البون والشنايديريان membrane، أو even حتى عن طريق البلت، يعني I myself have worked يعني on this إن إحنا نعمل maxillary sinus lifting through البلت. وطبعا كل تكنيك منها each technique has its pros and cons، كل تكنيك منهم له مميزات وعيوب، لكن at the end of the day احنا لازم when we are trying to place dental implant في المجزله لازم نراعي المجزيلاري ساينس، ونعرف ان انت without knowing ان احنا عندنا حاجه اسمها maxillary sinus، وان انا لو عملت له violation ان انا كده هي end up with complications كتيره جدا. complications زي ان احنا عندنا يحصل عندنا displacement of implant، واحنا بدانا نشوف الكومبليكيشن دي كتير جدا، ان بيحصل عندنا displacement of implant itself inside the maxillary sinus، او ان هو even يحصل bleeding. يعني if you don't understand بقى الاناتومي، يعني احنا في عندنا هنا artery شهير جدا اسمه posterior superior alveolar artery، ممكن يعمل bleeding. البليدنج ده eventually بيستوب بس بيأفكت الهول procedure. فknowing الاناتومي itself is very mandatory في حاجه زي المجزيلاري ساينس. اللي عايز يقرا اكتر او يعرف اكتر عن موضوع البليدنج ده هو البوستير سوبيريور افيلر ارتري، ده بيكون بيبان في حاجه اسمها كورونال فيو، وده بيبقى احد انواع الفيوز اللي بتبقى موجوده في السي تي والسي بي سي تي، بقدر ان انا اعرف منه مكان الارتري ده، لان انا لو عملت فايوليشن للارتري ده بأفكت حاجات كتير جدا بتأفكت اللونج تيرم ستابيليتي اوف ماي النيزل فلور. هل النيزل فلور بتفرق معايا كاناتومي؟
Yes, لو انا بحط implant في الانتيريور ريجن و sometimes I have a great resorption، في بعض الاحيان انا بيبقى عندي resorption جامد جدا، بيخلي حتى ان انا بيخلي صعب جدا ان انا احط or place my dental implant. ففي الحالات دي بنعمل حاجه من الاثنين، يا اما بنبدا with bone grafting، يا اما بنبدا نعمل حاجه اسمها nasal floor elevation، which is على فكره ان هي بتبقى زي maxillary sinus elevation. النيزوبالاتين فورامين، طيب النيزوبالاتين فورامين حد هيجي يقول طب النيزوبالاتين فورامين اتس ان ذا ميد لاين، يعني انا امتى احط ميد لاين؟ لا هو حقيقي انا في ساعات بحتاج ان انا احط امبلانت في الميد لاين، هنتكلم عن الحالات دي. في حالات كتير جدا بيبقى عندي ميد لاين شيفت، في حالات كتير عندي بيبقى كونجينيتالي ميسنج توث، في عندي حالات كتير جدا بتبقى ايدنشلس وببدا ان انا ما اقدرش احدد الميد لاين، فبلاقي نفسي ان انا مضطر او بلاقي نفسي ان انا يعني ان انتشنلي حطيت امبلانت في الميد لاين، او في حالات الكراوندنج في السيفير كراوندنج عندنا مثلا. طب في ناس كده عندنا مثلا ناس سيلبرتيز يعني ايفن حتى يعني توم كروز هو اشهر ميد لاين شيفتد، اشهر شيفتد ميد لاين موجود عندنا هو توم كروز، هتلاقي مثلا عنده ان هو السنترال بالظبط ات ذا ميد لاين، يعني لو ربنا كرم وبقيت دكتور وفيري اليت وبيجي لك السليبرتيز، فاكيد طبعا حاجه زي ده لو بيشنت يعني سيك الريهابيليتيشن باي دنتال امبلانت ان ذا ميد لاين يو هاف تو كونسيدر النيزو بالاتاين كانال. طيب النيزو بالاتاين كانال دي انا هتعامل معاها ازاي؟ النيزو بالاتاين كانال اول حاجه لو انا لقيت نفسي ان انا اي هاف تو بليس دنتال امبلانت في الميد لاين، فلازم ان انا اعرف ان انا عندي هنا نيرف. طبعا انت لو عملت انجري بالامبلانت البيشنت هل هو هيحس بنمنس؟ لا البيشنت مش هيحس بنمنس، بس هيحس بين، وده برضو بيبقى ديبند على التايب، لان في احنا عندنا هنا نيورو فاسكولار باندل، فده طبعا بيتبند اولسو على التايب اوف انجري اللي انت عملته والدنتال. طب لو انا مضطر وما عنديش اماونت اوف باكال بون هنا علشان احط الدنتال امبلانت ولازم احط الدنتال امبلانت في بوزيشن related للنيزوبالاتين nerve or nasopalatine artery او nasopalatine complex، حالات زي دي مثلا يعني حاله زي دي الدنتال امبلانت لو حضراتكم شايفين هنا محطوط تماما بالظبط at the position عند النيزوبالاتين. This is not the best يا دكاتره، يعني ده مش احسن مكان or this is not the best place where I can place my dental implant، لكن this happens يعني ده بيحصل كتير جدا، ان في مش كتير لكن بيحصل فاحيانا ان انا ببقى مضطر ان انا احط الدنتال امبلانت. في الحالات دي يا ريت ان احنا نحاول ان احنا نريموف اول ذا نيورو فاسكولار باندل اوف نيزو بالاتين كانال باي ادريل، والكلام ده علمي ومثبت، يعني لو حضرتك خلاص احنا بنحاول نافويد ان احنا نبيس في الدنتال في الميد لاين، but if we have خلاص وان احنا لازم نحط implant and we have to place dental implant at the midline، ففي الحاله دي احنا بنحاول ان احنا نشيل النيوروفاسكولار باندل beforehand and afterwards we place the dental implant. الجريتر بالاتين ارتري، الجريتر بالاتين ارتري هيفرق معانا لو احنا هنشتغل الكونكتيف تيشو جراف، الكونكتيف تيشو جراف، وده بسبب ان دلوقتي طبعا زي ما اتكلمنا في اول محاضره ان احنا عندنا different type of mucosa، عندنا الثين بايوتايب والثيك بايوتايب اللي احنا بنقدر ان احنا نستخدمهم، واتكلمنا ازاي ان كل ما كانت الميكوزا ثيك كل ما ده افكت الدنتال امبلانت، لان كل ما كانت الميكوزا ثيك كل ما حمت لي الدنتال امبلانت وكانت مور بروتكتيف فور ماي دنتال امبلانت، وكانت مينز البريزنس اوف ثيك ميكوزا اتسيلف means ان انا عندي thick amount of bone. فهتلاقوا معظم الكونكتيف تيشو جراف دلوقتي بتتاخد من جزء اللي هو من البالاتال اريا اوف بوستيريور ماكسيلا، و at this place I try دايما ان انا افويد ان انا اعمل انجري للجريتر بالاتاين ارتري، وده مهم وبيحصل كتير جدا خصوصا لو انا مثلا بشتغل في البلت كتير، زي مثلا ان انا بشيل تيومر في البلت او ان انا بعمل حاجه زي البلت الروتيشنال فلاب، كل الحاجات دي هلاقي نفسي ان انا محتاج ان انا اعرف ازاي ان انا اتعامل مع الجريتر بالاتين. طيب لو انا عملت له انجري اعمل ايه؟ وات كان اي دو؟ ادي مثلا حاله كونكتيف تيشو جراف،
وي ار بليسنج كونكتيف تيشو، او بنحاول ان احنا ناخد كونكتيف تيشو جاست تو انكريز الثيكنس اوف اوف ميكوزا اراوند دنتال امبرانت اور اراوند الايفن الناتشرال توث. اوكي، ففي الحاله دي اي يوجوالي انكاونتر الجريتر بلاتاين ارتري. طيب لو انا حصل وان انا عملت له سيفيرنس، يعني ان انا عملت له عملت كاتنج للان انتشنلي للجريتر بلاتاين ارتري، لازم ان انا ابقى عارف ان انا بعمل له ليجيشن. يعني اتس لايك يمكن احنا كاورال سيرجن او كاورال ماكسيلو فيشر سيرجن الموضوع ده عندنا بنستخدمه كتير، هو ان احنا نعمل ليجيشن. يعني ان احنا لو انا لقيت ان انا عندي ارتري وانا عملت له سيفيرنس ببدا ان انا اربطه. اربطه ازاي؟ بالسوتشر. يعني يمكن الصوره الالستريتد قدامكم دي بتوضح بالظبط انا ادخل منين. يعني بدخل من بوينت A تو بوينت B بتوين ال 6 وال 7 الابر 6 وال 7 لغايه تقريبا الميديان بلاتين رافي، وببدا ان انا اعمل جاست نورمال انتربتد سوتشر، هلاقي عندي البليدنج واس. كده احنا تقريبا يعني خلصنا كلام عن معظم الحاجات الاناتومي that I have to consider في المجزلة، وهنبدأ دلوقتي نتكلم عن ايه اللي احنا we have to consider before placing any dental implants in the man. Okay, فالفكرة كلها في المندبل it's like maxilla. We have to consider some anatomy. I know ان المحاضرة ممكن تكون basic to some degree, بس without knowing the anatomy زي ما احنا هنشوف دلوقتي this can lead to severe complications. Severe complications that reach death. طيب لو بدأنا نتكلم عن المندبل، أول حاجة we have to consider هو ال inferior alveolar nerve. الانفيريور الفيولار نيرف طبعا هو اللي بيسبلاي البالب ان انفستنج ستراكشر. اتس نوت سبلاينج الميكوزا البكال ميكوزا، ودي معلومه اناتومي مهمه جدا. ليه؟ بيكوز وينيفر اي تراي ان انا يعني ذيس از ماي لونج تيرم اكسبيرينس في الدنتال امبلانت، يعني وينيفر اي تراي ان انا تو بليس ا دنتال امبلانت ان ذا ماندبل I don't give inferior alveolar nerve. Never, never, ever. ليه؟ وده لأن even يعني إحنا قلنا للمحاضرة النهاردة إحنا بنتكلم على anatomy and radiographic. فإحنا even إن إحنا before إن إحنا start placing our dental implant إحنا بنقيس or measure the amount of bone اللي above the inferior alveolar وبنشوف إحنا عندنا قد إيه amount of bone above the inferior alveolar nerve. لكن somehow وsometimes البانوراما itself بتبقى deceiving. البانوراما itself بتخدعنا لأن البانوراما itself بيبقى فيها amount of error. البانوراما itself بيبقى فيها amount of error بيريتش around 20% في true view. يعني أي بانوراما علشان نقدر نقيس عليها الspace ونجيب arbitrary measurement للlength of implant that we are trying or that we are going to insert بيبقى فيها around 20. يعني لو حضرتك هتحط implant 8 وقس من المسافة from inferior alveolar nerve to the crest of the ridge is 10 millimeter, that means ان انت you have ان انت to place dental implant of 8 millimeter dental implant. طب احنا ليه ما بنديش للpatient inferior alveolar nerve block؟ لان انا ببقى عايز ان الpatient يحس بالبين or to sense the pain when I approach the inferior alveolar nerve. يعني لازم ان انا دايما لو انا اديت للبيشنت just long buccal nerve وعملت placement للimplant البيشنت will feel nothing unless ان انا قريب او قبل الانفيرور alveolar nerve بحوالي 2 مليمتر. طبعا في with the advancement with دلوقتي with the invention of the 3D and the cone beam CT بقى الموضوع بيبقى accurate. لكن if you are using بس still ال margin of error بيكون موجود. طبعا لازم نخلي بالنا لان احنا لو حطينا الامبلانت وعملنا injury للفير افلا نيرف البيشنت will report numbness
هي طبعا. طب هل النمنس ده بيبقى ريفرسيبل اور نوت؟ ده بيبقى ديبند على التايب اوف انجري والديبند على الامبلانت هاو لونج ات هاز بين يعني انجرينج الانفيرير الجولار نيرف. يعني لو انا عملت انجري للانفيرير الجولار نيرف وشلت الامبلانت بعد يومين او ثلاثه بيكون نسبه التحسن اعلى بكتير. المنتال نيرف وده اللي بدأنا بيه المحاضرة بتاعتنا النهارده، وقلنا ازاي ان هو I have to have knowledge about the mental nerve. أول حاجة عايزك تعرفها عن المنتال نيرف ان هو مش between the 4 وال 5. between the 4 وال 5 ان المنتال نيرف is always between the 4 وال 5 دي is a myth، دي أسطورة. بالعكس المنتال نيرف بيبقى له around حوالي 6 positions. يعني المنتال نيرف ممكن يكون posterior وممكن يكون anterior. ده بيديبنز على حاجات كتير جدا منها الريس. يعني في البلاك بيبول او البيبول اوف بلاك اور ديسندد البيشنت اللي بيبقى ديسندد فروم بلاك ريس دايما بيبقى عندهم ساعات كتير جدا المور بوستيريور، وبيبقى في الكوكازيان بيبقى اغلبه ما بين التيبيكال كلاسيك بيكتشر اللي احنا بنشوفها بين الفيرست اند سكند بيمولر، وبيبقى في المونجولويد بيبقى مور انتيريور. ده في شكل المنتال نيرف للي يعني عايز يشوفه على كاديفر. لازم اخلي بالي من حاجه اسمها المنتال لوب، والمنتال لوب دي بتبقى موجوده في السوفت تيشو اكتر. يعني مش بتبقى بس مخرج المنتال فوريمن يبقى عندنا مخرج المنتال نيرف فقط، لا ساعات بيعمل منتال لوب انتيريورلي، وده بيفرق معانا جدا خصوصا لو انا قررت افتح فيرتيكال انسيجن انتيريور. لازم ابقى عارف ان انا لو انا بفتح vertical incision في الجزء الانتيريور between just like يعني between the canine and the first premolar first lower premolar انا ممكن اعمل injury للمنتال نيرف. even ان حد تاني يقول لك لا ده انا والله المنتال نيرف عندي موجود ما بين الفور والفايف. ف that's why I have to consider an anatomical information like this، لانها تفرق معايا جدا، وهتفرق معايا ان انا ممكن اعمل للبيشنت a permanent damage by complete severeness of the mental nerve if I didn't respect this anatomical notch. برضو placement of dental implants بيفرق معانا علشان الدنتال لوب. واقول لك اكتر ان انا مش شرط يبقى عندي one foramen for the mental nerve، but sometimes I have many mentals. Sometimes I don't have a mental foramen at all. Yes, it exists. Yes, it's reported. That's why I have إن أنا يبقى عندي دايما الـ knowledge أو المعلومة about the mental foramen، ويبقى عندي المعلومة إن أنا عندي variation. يعني إحنا دايما لما كنا بنيجي نشتغل الإندو كان أول نصيحة علشان تلاقي الـ MB2 كان دايما يقول لك you have to have a belief إن في MB2 and you have to have a belief إن في variation في الكنالز. That's why you will find يعني انت لازم يبقى عندك belief ان في variation في الاناتومي. لو انت عندك belief ان في variation في الاناتومي هتبدأ تدور عليه وهتبدأ ترسبكت الاناتومي، وده هيعني ان انت هيبقى عندك less complications. وحتى ساعات كتير جدا في النورمال x-ray like panoramic x-ray you will not be able ان انت to locate بالضبط مكان المنتال فريم. يعني في احوال كتير جدا ما بنبقاش اصلا قادرين نلوكيت البوزيشن اوف منتال فريمن، فبتبدا بقى ان انت تجيبها اربيتاتري او تبدا ان انت تطلب اكس راي فيرذر اكس راي اكتر لو الجزء ده اوف بارا اماونت امبورتنس فور يو وهتحط فيه البنتال امبلانت، او لو انت مثلا خلاص مش قادر تحدد ومثلا عايز تقول ان البيشنت ده ما عندوش منتال فريمن فاذا لازم ان انا اخد مور اكس راي وان انا ابدا ان انا اشوف الريس بتاع البيشنت. لو انا لقيت ان هو belongs to the black people فاذا معناها ان انا المنتال فريمن ممكن تكون مور بوستيريور. طيب ازاي الاقي المنتال نيرف؟ اول حاجه لازم ابقى عارف ان في اناتوميكال فاريشن، لازم زي ما قلنا ان انا لازم عندي بليف. تاني حاجه احنا ممكن نعمل بالبيشن للمنتال فريمن اتسلف باي مانيوال. تالت حاجة طبعا عن طريق البانوراما، بس خلي بالي ان البانوراما فيه فاريشن، مش في كل الأحوال هشوف اللوب اللي احنا اتكلمنا عليه،
ان انا اشوف اللوب في بعض البانوراما وفي بعض الاكس راي هتبقى واضحه وايفيدنت قدامك، وفي احيانا تانية هتبقى صعبه جدا ان انت تشوفها. طبعا اكتر حاجه تساعدك ان انت تشوف المينتال نيرف زي ما هو موجود هو وجود ال 3 دي او 3 دايمنشنال راديوجراف، يعني will affect your perception لكل حاله على حده احسن بكتير جدا من البانوراما. والناس دلوقتي بقت تقول ان without CBCT مفيش implant، يعني لو انت مش هتستخدم السي بي سي تي دلوقتي وهتنورمالايز ده in your workflow فانت اذا بتمس a great deal وبتمس حاجات كتير جدا. خمس حاجه عشان نتجنب ان انا اعمل انجري، انت احنا ممكن نعمل لو انت عندك السيرجيكال ديكستريتي او السيرجيكال سكيل احنا ممكن ان احنا نعمل دايركت اكسبوجر فور ذا منتال نيرف اتسلف، ايفن ان انا عارف ان دي بتبقى ممكن تبقى صعبه شويه لو واحد يعني مش شغال كتير سيرجري، لكن اتس وان اوف ذا ميثود ذات وورث منشنينج. اخر حاجه دونت جيف انستيزيا، يعني ده دايما نصيحتي لو انت بتشتغل قريب من نيرف ما تديلوش انستيزيا، جاست اندرستاند النيرف ده بيسبلاي ايه. المينتال نيرف مش بيسبلاي البون اللي اباف ات، يعني المينتال نيرف اتسيلف مش بيسبلاي البون اباف ات، فليه احنا بندي مينتال نيرف في الجزء ده when we are trying ان احنا نبليس الدنتال امبلانت. دونت جيف انستيزيا في الجزء ده، بحيث ان لو انت بتعمل الدريلنج فور بليسمنت اوف دنتال امبلانت البيشنت هيبدا يحس، فهيبدا يديك ريد لايتس او اويرنس ان انت قربت من المينتال نيرف وبيبقى كده، فتبدا ان انت تستوب الدريلنج، ويبدا حتى لو لا قدر الله انك انت عملت كومبليكيشن بتكون اقل بكتير ان انت ما عملتش كومبليت سيفيرنس اوف ذا نيرف. الانسايسيف نيرف اللي انا عايزك تعرفه فيه هو في انسايسيف نيرف وفي انسايسيف نيرف بس اتس اوف ليس سيجنيفيكانت امبورتنس فور اس، لان ده اتس تيرمينال نيرف، يعني الانفيرير الفيلر نيرف بيمشي جوه الانفيرير الفيلر كانال بعد كده بيتفرع لانسايسيف بيكمل جوه البون اند مينتال نيرف بيطلع من بره. لكن الانسايسيف نيرف اتسلف لو انت عملت له انجري while placing the dental implant انا بطمنك بقول لك nothing will happen، لان ده دايما بيبقى terminal nerve. sometimes the patient ممكن يبقى فيه discomfort لكن مش هيكون عندك numbness، مش هيكون عندك loss of function، مش هيكون عندك حاجه سيفير. يعني cases like this even ان انا against the cases like this، يعني انا against ان احنا نplace all dental implants مثلا زي الكيس اللي تحت على ايدكم الشمال، I'm against something like this. But with patient like this على فكره انت ممكن تلاقي ان هو ما عندوش اي نمس، even ان هو as you are seeing now ان انت عندك الامبلانت piercing ال bone the amount of bone from the above till the lower border inferior border، لكن patient ده على فكره ممكن ما يكونش عنده نمس لان ما فيش حاجه او severeness of incisive nerve مش significant، مش يعني مش هيأثر عليك significantly like ان انت لو عملت severeness for the mental nerve and the inferior alveolar nerve. المانديبولار فليكشر ودي معلومه ريليتد للبروثيزس، يو هاف تو نو ان المانديبول ذات نفسه بيتحرك، المانديبول ذات نفسه بيتحرك ميديالي من بعد المينتال نيرف، وده بيأفكت لو انت هتحط فول ارش. الناس كلها دلوقتي يجي بيشنت يقول له انا هحط لك فول ارش، وذاتس واي دلوقتي بقى في تخصص في الدنتال امبلانت ريليتد جاست للفول ارش، يعني بقت في ناس دلوقتي يقول لك ام فول ارشولوجي او انا بحط بس بستخدم الدنتال امبلانت عشان ابليس الدنتال امبلانت في الفول ارش، اي دونت ديل وذ سنجل امبلانت، اي ديل وذ فول ارش. تمام، ايفن ان ده يعني مش مصطلح ساينتيفيك قوي لكن بقت في ناس تعرف نفسها ان هي بتشتغل فول ارش بس. فدايما الفكره عندنا ان انا ابقى عارف ان انا في عندي حاجه اسمها المانديبولار فليكشر. ففكره المانديبولار فليكشر المعلومه دي تأفكت معايا في ايه او هتاثر معايا في ايه؟ معلومه زي معلومه المانديبولار فليكشر دي تاثر معانا جدا في حالات الفول ارش زي ما اتكلمنا، ان انا مش المفروض ان انا اعمل سبلنت فور ذا هول فريم ورك، او بمعنى اخر سوري فور ذس لاج،
سوري فور ذيس لاج. تمام، كان في لاج بس في البرزنتيشن اتسلف، او بمعنى اخر ان انا ما ينفعش ان انا اعمل سبلنتنج فور هول ذا فريم ورك. ما ينفعش ان انا اعدي تو منتال فوريمن واعملهم كلهم، اقول لللاب عندي اقول له لو سمحت اعمل لي فريم ورك واحد احط عليه او ابليس الدنتال امبلانس كلها ات وانس. يعني ما ينفعش ان انا اوصل كل الاسنان ببعض، لازم ان انا دايما لو انا هحطها بليس دنتال امبلانس في فول ارش ان كيس لايك ذس اي هاف ان انا اعمل ان انا اقسمهم. يعني اقسم مثلا الفريم ورك عندي من اخر امبلانس لغايه هنا، وبعد كده اعمل الفريم ورك الناحيه الثانيه. ما وصلش ابدا كل الفريم ورك خصوصا في المانديبل ببعضه، لان انا في حاله ان انا وصلته هيبدا الامبلانت، هيبدا ان انا يحصل عندي حاجه من الاثنين، يا اما هيحصل عندي بونلوس، يا اما ان انا يحصل عندي فراكشر في الكراون او في الفريم ورك ذات نفسه. يعني زي ما حضراتكم شايفين ده كده غلط. انا ما ينفعش ان انا اوصل كل ده ببعض وانا معدي اثنين منتال فوريمن، لان بعد فتره مع حركه المانديبول او المانديبولر فليكشر هيبدأ يحصل فراكشر في الفريم. طيب آخر حاجة احنا لازم نراعيها في placement of implant in the mandible، ودي يمكن آخر حاجة في محاضرتنا النهاردة، لكن هي فعلاً هتكون أخطر حاجة إحنا ممكن بنتعامل معها، وهي اللينجوال أرتري. يمكن إحنا زي ما اتكلمنا في أول المحاضرة إن المانديبولر ريجن، الأنتيريور مانديبولر ريجن، one of the area اللي هي بتبقى فيها very good amount of bone، بتبقى فيها very safe، لأن أنا بأفويد إن أنا لو أنا عملت injury حتى even للانسايزف نيرف nothing will happen. بس الخطوره الشديده جدا ان الاريا دي، انا بشوف ناس كتير جدا بتريبريزنت الاريا دي على انها اريا which is very safe، لكن هي في الحقيقه مش as it safe as it appears، او بمعنى اخر في احيان كتير جدا الاريا دي بتبقى fatal، ممكن ان البيشنت عندنا يحصل له death من just الاريا دي. ليه؟ لان اللينجوال ارتري هنا ده بيبقى موجود في اللينجوالي، لينجوال للتوث، ولو انا عملت سيفيرنس لللينجوال ارتري هيحصل عندنا بليدنج، انترنال بليدنج، يعني انا مش هلاقي بليدنج طالع عندي من مكان الاوستيوتومي او من مكان الدريلنج اوف امبلانت، لا بالعكس ده هيحصل بليدنج انترنالي، والبيشنت هيديفلوب وذين تقريبا حوالي 4 تو 6 اورز از ليتريتشرز هاف سيد، تقريبا حوالي ساين وسيمتومز لايك اللادفيجز انجينا، وبيبقى البيشنت بالمنظر ده، بيتكون الدم تحت التانج وبيبدا ان هو يوبليتريت السبيس، وممكن ان هو يعمل لنا سيفير بليدنج وتش ان هو مش هيقف، وهيبدا ان هو يعمل لنا افكت حتى الريسبيريشن، والبيشنت ده غالبا ممكن ان احنا نحتاج تراكيوستومي، وبنحتاج ان احنا نفتح تاني علشان نعمل ليجيشن. This is only from a lingual artery. طب احنا هنا عندنا سؤال، هل احنا بنشوف اللينجوال ارتري ده في الاكس راي؟ الاجابه على الاغلب لا، we don't see it. Even in the anterior mandible one of the best area to place the dental implants، وناس كتير جدا بيقولوا ان الانتيريور ريجن دي بتبقى احسن سكسس ريت، لكن الفكره كلها انت جاست ان انت لو ما عندكش المعلومه about the lingual artery، وما عندكش المعلومه ان اللينجوال artery ده موجود and I have to consider when placing in dental implant، واي هاف ان انا يبقى الدريلنج بتاعي اتشيك multiple times ان انا ما عملتش perforation في اللينجوال كورتيكال بون علشان اتاكد ان ما حصلش perforation في اللينجوال artery، without ان انا عندي المعلومات دي انا هيبدا ان انا هافكت جدا 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 البيشنت لايف، وبرسك البيشنت لايف. فاذا انا without knowledge and without the anatomical knowledge I am blind about lots of things. ف
ففي النهاية دكاترة، أنا دايما نصيحتي بالنسبة للجزء الأناتومي think twice and cut once. وآخر حاجة please make a careful, a very careful decision before an incision. Don't hurry up إن إحنا نمسك السكالبل والمشرط بتاعنا ونبدأ إن إحنا نقطع. Don't hurry إن أنت تبدأ إن أنت تمسك الدريلينج وتبدأ إن أنت تعمل دريلينج للإمبلانت without knowing إن أنت تبقى عارف إيه هي الأناتوميكال كونسيدريشن that I have to consider. إحنا النهاردة قلنا إن أنا I have to consider البون, I have to consider الأوكلوجن, I have to consider السوفت تيشو, واتكلمنا إن إحنا في المجزلة I have to consider المجزلري ساينس, النيزو بلاتاين اللي لازم إن أنا النيزل فلور. في الماندبل قلنا إن إحنا لازم أخلي بالي من الانفيرو ألفلر, من المنتل, من الانسايسيف, من الاوكلوجن اتسلف, من حاجه زي المانديبولار فريكشر, ومن حاجه خطيره جدا زي اللينجوال ارتر. I hope that you have enjoyed my lecture today. انا بشكر تاني الدكتور مازن دوماني لان هو اتاح لي الفرصه دي ان انا اعلم واتعلم من الحاجات دي, لان اي حد يعني بيشتغل في موضوع التدريس عارف ان هو بيتعلم وبيجين lots of knowledge من هو بيحضر محاضرات قيمة أو إن هو بيعمل محاضرات وبيحاول يوصل value فعلاً للناس. وشكراً جزيلاً لحضراتكم, ولا تنسونا من صالح دعائكم. شكراً جزيلاً.